بركة الله دائما وأبدا. نستعين وحييكم أيها المتابعين الأعزاء في هذا المساء بأجمل وأطيب تحية في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. ينطلق شوطنا الرابع عشر الذي يحمل منافسة الجعدان، أيضا الثنايا المهجنات الأصايل. المسافة هي 8 كيلومترات التي تشهد هذه المنافسة الغوية بحضور هذه الأسماء وهذه الشعارات الغوية، هذه المؤسسات أيضا الحاضرة لتحدي هذه المنافسة المسائية. نسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، نتابع المركز الأول والصدارة الأولى. من يتقدم شاهين على المركز الأول بشعار هجن العاصفة يتولى عملية تضمير وتدريب غياث الهلالي، بينما النغلة مباشرة إلى المركز الثاني. أرى القدوم والحضور على المركز الثاني في هذه اللحظات. يتقدم شعار هجن الرياسة على ظهر اللي هو شاهين. أم هنا شاهين، نعم، بشعار هجن الرياسة ويتولى عملية تضميره وتدريب علي بن يميل الوهيبي، بينما ننتقل الآن مباشرة إلى المركز الثالث لأجد شديد يتقدم على مستوى المركز الثالث لتعود ملكيته لسمو الشيخ فهد بن مبارك بن فهد الصباح وسعود بن محمد بن عبد الهاجري، تولى عملية تضميره وتدريبه، بينما النقلة التالية إلى المركز الرابع ليتابع الوصول على رابع المراكز من شاهين بشعار هجن الرياسة ويتولى عملية تضميره وتدريبه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما في خامس المراكز في المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مشاهدينا الكرام. هذا مولع بشعار هجن العاصفة ويتولى عملية تضميره وتدريبه غيات الهلالي، من يحتل المركز الخامس، بينما النقلة إلى سادس التحديات لأجد على المركز السادس الفارس بشعار هجن الرياسة يقود في عملية التضميره والتدريب المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من ينطلق على مستوى المركز السادس، بينما في المركز السابع يتقدم وينطلق هنا منجز بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي متوليا عملية التضمير والتدريب مع سابع المراكز، بينما في المركز الثامن يتقدم الشامخ بشعار هجن العاصفة يقود في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي، بينما في المركز التاسع يتقدم شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم ويقود سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما في المركز العاشر يتقدم شعار هجن على ظهر شاهين في هذه المنافسة، وعلي بن يميل الوهيبي بالجمايل يتولى عملية تضميره وتدريبه. هكذا نتيجتنا، هكذا ندعينا للعشر المراكز الأولى. وفينا لمسامعكم هذه الأسماء، هذه هي الشعارات المسيطرة في الكادر الأول في هذه المنافسة الغوية. ولكن العودة إلى الصراع، العودة إلى المنافسة والنزاع على مقدمة هذا الشوط.
العودة إلى مجد من يغير ويتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. يتعود ملكيتا لهجن الرياسة ويتولى عملية تضمير وتدريب محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما ياتينا على ثاني المراكز ويتقدم شاهين كذلك بشعار هجن الرياسة ويغود في عملية التضمير. الظافر علي بريميل الوهيبي بينما الواصل مع المركز الثالث شديد بشعار سمو الشيخ فهد بن مبارك بن فهد الصباح وسعود بن محمد بن عبد الله الهاجري متوليا عملية التضمير والتدريب، بينما الغادم على مستوى المركز الرابع يتقدم شاهين بشعار إمبراطورية هجين العاصفة يقود في عملية التضمير غياث الهلالي، بينما في المركز الخامس يأتي من الزاوية اليمنى الصعبة ليتقدم مولع لهجن العاصفة يغود في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي من يمسك القبضة على أيضا المركز الخامس في هذه المسيرة، بينما في المركز السادس يتقدم بهذه المنافسة وفي هذا الصراع ها هو الفارس بشعار هجن الرياسة يغود في عملية التضمير. أحد المجازفين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في المركز الخامس في هذه اللحظة من السادس في المركز السادس نعم الآن، بينما النقلة إلى سابع المراكز يتقدم على المركز السابع في هذه اللحظات منجز بشعار هجن العاصفة يغود في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي، بينما في المركز الثامن شاهين بشعار هجن الرياسة يغود علي بن يمي الوهيبي في عملية التضمير والتدريب، ولكن اللي واصل في المركز التاسع والغادم في هذه اللحظات هملول بشعار هجن الرياسة يغود كذلك الظافر في التضمير مع هذه المنافسة الغوية، بينما في المركز العاشر ينطلق هناك ويتقدم في هذه المنافسة الحصان بشعار هجن الرياسة صاحب الأمتار الأخيرة يقود في عملية التضمير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. ما شاء الله، هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات، هذه النوعيات من أيضا الجعدان الثنايا المهجرات الأصايل اللي يتنافس لنيل شرف هذا الشوط. ولكن نذكر إخوان المضمرين بدأنا هنا مع منطقة حزام الغابات. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو اللي سيطر على المقدمة، يسيطر شاهين بشعار هجن الرياسة. هجن الرياسة هنا تسيطر على المركز الأول، يقدم في عملية التضمير والتدريب علي بن يميل الوهابي، ولكن العاصفة غيرت وتسللت لتقدم شاهين. يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط ليقود زمام الأمور مع هذه المنافسة، ولكن مجد اللي قادم على المركز الثاني بشعار هجن الرياسة يقوده المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن وصل على المركز الثالث وغير في هذه اللحظة شديد بشعار سمو الشيخ فهد بن مبارك بن فهد الصباح، ويقود سعود بن محمد بن عبد الله الهاجري في التضمير وينطلق من الزاوية اليمنى مولع، بدأ يولعها المنافسة من هذه اللحظة الجميلة. تعود الملكية لهجن العاصفة يقود في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، المنافسة قوية، بينما في المركز الخامس تحرك هناك وانطلق الفارس بشعار هجن الرياسة يقود محمد بن عتيق بن زيتون المهير.
العسكري. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي المراكز، هذه هي التحديات. ولكن نذكر اخوان المضمرين بعد قليل بالموقع اللي نحن فيه. يا سلام، هذا هو شاهين، هذا هو شاهين المسيطر على المركز الاول. بدا ينفرد الان مع لافته 1200. يلا يا المضمرين، يلا يا اخوان المضمرين. ولكن العاصفه عصفت على المقدمه الاولى مع شاهين، انطلق ويسير على مقدمه الشوط. غيات الهلال يقود في عمليه التدمير والتدريب بينما تحرك على المركز الثاني الفارس بشعار هجن الرياسه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وهنا مولع على المركز الثالث بشعار هجن العاصفه. غياث الهلال يتولى عمليه تدميره وتدريبه، ولكن تحرك شاهين على المركز الرابع بشعار هجن الرياسه. علي بن يمي اللهيبي يتولى عمليه تدميره، ولكن الشوط يحتار في هذه المنافسه الاخيره، جوله الاوامر النهائيه. وشاهين مسيطر على المقدمه الاولى. الله، ولكن الفارس يعود من جديد، يعود الى المنافسه في اللحظات النهائيه. ولكن شاهين لهجن العاصفه انطلق على المقدمه بمتابعه غياث الهلالي في التدمير. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الاداء وعلى هذا الرقص المعتاد اللي يقدمه شاهين في البدايه الاولى. تهانينا لهجن العاصفه والتهنئه لغياث الهلالي على فوز شاهين واقتطافه لناموس هذا الشوط. ها هو يصل الى خط النهايه مهديا هذه الامبراطوريه، هذا الفوز والانتصار بينما في المركز الثاني الفارس بشعار هجن الرياسه، بينما احتل المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء هملول بشعار هجن الرياسه، بينما في المركز الرابع شاهين لهجن الرياسه، وخامسا وصل مولع بشعار هجن العاصفه. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية بعد ما قطع 8 كيلومترات في زمن مقداره. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، في 12 دقيقة 42 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء. أم هذا التوقيت المركز الثاني مخرجنا، هذا اللي حصل على المركز الثاني. ها هي لحظة وصول شاهين في 12 دقيقة و40 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصفة والتهنئة لغياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار، بينما الفارس احتل المركز الثاني. مشاهدين الأعزاء لحظة وصول إلى خط النهاية في زمن مقداره في 12 دقيقة 42 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المتابعة والتضمير، بينما كان الوصول على المركز الثالث مشاهدين الأعزاء من هملول في 12 دقيقة 44 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للرياسة وهجنها، والتهنئة موصولة للمضمر.